يلا بينا. الله من المدينة المنورة مدد. استنى حبيب زيي. اوعى اقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. هو انت باين ولا انا هقدم مفاجأة؟ انا عايز مفاجأة. باين؟ خلاص نعمل لك انها مفاجأة. عندي مفاجأة النهاردة انا شخصيا اسعدتني والله العظيم، يعني شخصية محبوبة جميلة جدا من كل الوطن العربي. منورانا هنا. اطلع وادخل كده. لا خليك لا خليك عشان المفاجأة تكبر. خليك سير زينا. كويس؟ شرفني بمكتبي ونور بلده التاني مصر. والمفاجأة اللي معايا النهاردة هو اسمك ولا اللي عندي؟ يعني هو مواصفات ولا اسمك؟ لا هم عاطيهم الوصف. هم يتوقعوا. ايوه هم يتوقعوا. عندنا اشهر حبيبي صديقي الغالي ومحبوبكم الجميل خليل منورنا النهاردة، وتقدروا تفتحوا معاه حوار مفتوح. انا سعيد جدا اول شيء بالتواجد في مصر، وسعيد جدا من هذه الزياره. احنا دخلنا عليك في وضعيه شوي يعني فيها شوي عليك ضغط. عارف ما حابب اليوم لا كان ماتش نهائي النهارده معاك في ضغط شوي. لا لكن ايه، انت بالشغل ومراتك بتقول فاهمني. ولكن الحمد لله ان اللي هينزل على الناس الفيلم ده يعني مولود سينمائي جديد، لكن زي ما قلت لك ربنا بعت كل ايه تعادوا معايا الوقت بكل حب والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طبعا اليوم او امس على وجه التحديد نزل في دور العرض في مصر الفيلم الجديد اللي هو نبيل الجميل اخصائي تجميل. طيب يعني دائما احنا تعودنا من الافلام خصوصا الاستاذ محمد ان في النهايه رساله لازم توصل للناس. بالظبط. يعني بص انت اكيد عارف يا معلم ان اساسا عشان تضحك الناس دي حاجه جميله جدا ونقدرها وبتاع، ولكن لو خرج بمعنى كمان مع الضحك بيعمل تقل الفيلم وبيمس المشاهد. فانا شخصيا حبيت شخصيه دكتور التجميل لانه ممكن يتعرض لمواقف كوميدي كتير قوي وده اللي يهمني. وفي النهايه بشكل او باخر بنقول بلاش الهوس قوي في التجميل، بلاش الهوس قوي. في ناس بتبقى حلوه وبتروح تعمل حاجات يعني دي اشكر ربنا. انا الحين ما شفت الفيلم. والله انت هل في فئه رجال مخصوصه بالجانب هذا ان في بعض الشباب بتجي فيهم عمليات بالضبط؟ فالهوس داخل على الناس مش للدرجه دي يا جماعه، وتبقى ناس مش محتاجه. وبعدين حاجه كده خفيفه. التجميل بشكل عام مطلوب مش في الشكل بس، تجميل في الروح وفي التعاملات، يعني حاجه كده في الفيلم بشكل غير مباشر. الى جانب الحمد لله سيناريو لطيف ومع مخرج جميل خالد مرعي ومنهم كتير الناس بتحبها، وان شاء الله تضحكوا من قلبكم. المشكله البنات صاروا كلهم شبه بعض دلوقتي. والشباب شبه بعض. والشباب شبه بعض، ولكن الله يسعدهم. بس المشكله انه يدخل الموضوع ده في السن الصغير كمان. لا اهدوا على نفسكم شويه يا جماعه، اهدوا. انت نورتني والله العظيم. واحلى حاجه جميله بمناسبه التجميل لان انت موجود معانا. في اسئله من الساده لا انا بس انا قبل ما ناخذ اسئله الجمهور بس على اساس تكونوا في الصوره ان الاستاذ محمد ما شاء الله بدا من المدرسه في نادي الزمالك وصل لفريق تقريبا الناشئين 16 وبعدين اتجه الى التمثيل. لو لا زال محمد هنيدي يلعب الى الان وين ممكن يكون مركزه؟ مركزه ولا النادي اللي بلعب فيه؟ لا مركزه المركز. يا سلام انا العب هاف ورا المهاجمين. ورا المهاجمين يا سلام. بحب المنطقه دي قوي يعني. الى جانب مع التقسيم لو ربنا رزقك بحاجه بتروح موديها. والله تحتاج تعليق يعني لو يا سلام. يا سلام يا سلام. فكوره كوره يعني انت كلمتني في الحب الاول والله العظيم. احكي لك حاجه ظريفه قوي. مره انا وصديقي اشرف عبايي في بداياتنا جالنا مسلسل بطوله احنا الاثنين، ومكتوب الاستاذ محمود السعداني المؤلف العظيم الله يرحمه. فحاجه حلوه صح؟ فانا واشرف
هو دور اول وانا دور تاني، هو المفروض سوبر ستار في الكوره وانا ايه بعديه. فجينا في اول يوم تصوير اشرف عبد يا حبيبي ما بيعرفش يقف كوره، ما بيعرفش فاهم، قلت له طب مش ما بيشوطش. طبعا انا خدت الكوره وايه عملت قرد تك تك تك، خدت دور البطوله قوي. فانا بقى بشوط اللي لعيب فاهم، اه وحياه ربنا. فالكوره كوره عشق يا اخي، ان شاء الله نعمل فيلم عن الكوره ان شاء الله. ان شاء الله. لو 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 قلنا لك سمي لنا مهاجم اليوم من الممثلين ممكن يكون مهاجم في ملعب كرة قدم. اوه مهاجم. ايه يعني هو اللي بيسجل الاهداف. هو اللي بيسجل الاهداف. ايه احمد السقا. احمد السقا. يا سلام، احمد السقا طبعا عنده شوطة عظيمة. فاهمني؟ بس ممكن يزودها شوية تطلع بره كم مرة بس هيجيبها. اه لأنه بيشوطها بإيه؟ عارفة لو ما دخلتيش جون. حريف حبوده ما شاء الله. وحارس. وحارس يا سلام. الحارس ممكن المؤلف احمد عبد الله. احمد عبد الله. اه هو احمد بيبقى عارف يعني لعيب كوره بس بيكسل يعني، بس بيفهم في الكوره فبيوقف له جون كده وبيصد. خصوصا توجيهات لازم لا 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 على طول. لا على طول مدير هاي. اه انا مدير فني. انت مدير فني؟ اه وانا مدير فني والمسؤول عن الفرقه. الله يكون في عونك يا احمد. جننا في الحديث يا حبيبي. انا بتكلم شوي عن المونديال. طبعا كلنا كنا نشجع منتخب المغرب وتفاجئنا بصراحه باللي صار، يعني خصوصا وصل دور نصف نهائي. بالنسبه لنا هذا اكبر انجاز في كره القدم العربيه. انجاز كبير. وبعدين ساعات ايه ساعات فرق بتطلع بكوره كده عارف سهله مش باي لخبطه. لا ده فريق صعب. صحيح. صعب بلعب يا خرابي، بلعب ونجوم وعزيمه رهيبه. وطبعا هي دي كرة القدم، بس الماتش الأخير كان ممكن يكسب جدا وضاع منه فرص، فده عمل فرح للشعب العربي كله كله كله. أنا بالنسبة لي يعني المغرب خدت كأس العالم الحقيقة. مليون مبروك للمغرب. يستاهل حقيقة. اه والله المنتخب المغربي وإنجاز كبير جدا لكرة القدم العربية. أنا ما أدري الصوت إذا كان واضح. الصوت قاطع عشان الكابتن محمد هنيدي صوته مش طالع قوي في اللايف، فممكن تمسكه في اللايف. اه اوكي خلينا كده أحسن. طيب شفت ده؟ حلو قوي. استخدم المسرح. حلو قوي. المايك يا معلم. اه مايك. هاي. مكلفين. كم واحد في اليوم؟ ولا هو يعني طول الوقت؟ لا هو بيتشحن. مشاري فلان تخيل هدف يسجله الكابتن الفنان الكبير. وانا على الحلقة. وانت هو ده مطلب الناس كلها تنطبق. طيبين طيبين علق على جول الهلالي. يكفيه. اه. يا ايوه انطلاقه من الجهه اليمنى، محاوله المرور والتقدم الان. كره لو لو بتكون كره عرضيه مش هتلحق. عرضيه داخل منطقه الجزاء، التقدم ياتي الان من محمد الهنيدي يسجله. اول اهداف اللايف باقدام الهنيدي. الحمد لله. انا راح اعود للاستوديو التحليلي مع الزميل مهند. الله يحفظك. والله فرحان كاني جبت جون وحياه المصري. هدف جميل جدا. الحمد لله وتعبت فيه بس ربنا وفقني في اللحظه. انا كنت ناوي اشوطها كده. الله الله الله. ايه الاجواء الجميله دي؟ مساء الخير. في ناس كتير طالبه بتقول لك خلي عم خليل يقول طلب طلب طلب. طلب طلب. زي ما كان بيقول لك طلب نفس اللي اشتغل وانت حلو قوي قوي قوي. الله معانا الاغنيه كمان ممكن نسمعها. ايه موجوده. اه هو ريميكس شغال. في الاغنيه بتاعت الفيلم. اه اه كنت عايز تسال دلوقتي عايزك تسمع طلب طلب. تسمع طلب طلب؟ احنا ممكن ما ممكن نحط الفيديو على على اللايف. وين حط الفيديو على اللايف صح؟ مبسوط قوي بتاع لا والله ده مسرح عادي يعني. انا مسرح عادي بس لو قميص تكون جدا افضل من النك هنا. افضل من النك. وصوتك هذا اي فيلم شو؟ اه جرام. اه هي نفس الموسيقى اللي في الفيلم صح؟ لا. اه وفي موسيقى. لا مش في اغنية الفيلم. لا. اغنية الفيلم مش شغالة. اغنية الفيلم مش شغالة حلوة قوي.
في خبر دلوقتي للاسف مش كويس، بيقولوا ان الاسطوره بيليه لاحظ راحت في هذه اللحظات. بيليه توفى. بيليه توفى. بيليه توفى. طبعا ان الله انا لا رجاء. طب ناخد بريك. ناخد بريك طبعا لحظه عشان بيليه. طيب لا احنا اعتقد ان نختم اليوم بالظبط. اي والله عشان ده خبر عن الجماهير طبعا الله يرحمه طبعا كان اسطوره عظيمه. وأستاذ محمد طبعا كثير من الأعمال الفترة الحالية فيلمه في السينما صارت ما شاء الله، فشوية قلق لكن احنا واثقين إن شاء الله في نجاح الفيلم ودور العرض سواء في مصر أو حتى خارج مصر. فأنا سعيد جدا أني متواجد في مصر، سعيد جدا بلقاء الأستاذ محمد الحميدي، سعيد جدا أيضا بمتابعتك لكرة القدم. يعني احنا كمعلقين رياضيين بنفرح دائما لما نلاقي في بوستات تطلع من الناس خارج مجال كرة القدم من ممثل. ايوه جميل جدا ان احنا مثلا اعمالنا او شغلنا احنا كمعلقين رياضيين يلاقي اعجاب الممثلين او غيرهم خارج اطار كرة القدم. فسعيدين بكل التغريدات اللي كتبت على فترة المونديال، كل البوستات اللي شاهدناها. والله بجد انتم بتسعدونا بجد، سواء لاعبين او معلقين، فالله يديمك يا حبيبي والمره المليون نورتني وشرفتني ان شاء الله. ربنا يخليك حبيبي. في فرصه ان ادخل معاك عمل امتى؟ خلاص خلصنا نعمل له اختبار. اختبار عاوزين تختبروا خليه اساسيات التمثيل كده. لا اختبر لازم الجمهور طالب. ما انا عارف انا اقول الجمهور طالب لازم تختبر. لحظه نعمل اختبار لحد بياخد ملايين الناس بصوته واحساسه. يا نهار اسود ده كلام يا عمي ان شاء الله. بالمناسبه بقى فيلم انا معلق والله. بالمناسبه يوم امس كان يغني يوم امس كان يغني في احد المقاهي بصوته الجميل طبعا. ابو مشاري ربنا يحميه يا رب ونوره امس في شاوس آه. ان شاء الله مستنيك لما تشوف بكره الفيلم ان شاء الله. ان شاء الله حياتنا لكم جميعا. الله يحفظكم. مع السلامه. الف سلامه. الجمال ده والله العظيم.